المباراة ما كانت متوازنة، فبالنسبة لهذه المباراة صعبة نحكم من بس النقاط. لغة الأرقام ممكن تكون لغة صحيحة، بس لغة ممكن تنكسر بالأداء الأسطوري اللي يقدر يقدمه. العمل الموجود والتدريبات راح تكون لها أثر في هذه الجولة، فخلينا نشوف شنو ممكن يسوي فريق الأوكامي أمام فريق الرويالز سبورتس. هل يا ترى راح نشوف تدريبات موجودة؟ هل يا ترى راح نشوف استراتيجيات غريبة؟ هل يا ترى راح يبهرونا بطريقة ممكن تغير نظرتنا على هذول الفرق؟ أكيد زي ما أنت قلت، كنت لسه بتحكي عن موضوع إن الدرافت برضو ممكن يكون عامل مؤثر جدا، وزي ما انت قلت التدريبات اللي بتكون موجوده. هنشوف مع بعض دلوقتي الدرافت ما بين الفرقتين، تفكيرات وتشكيلات الكوتش موندو امام برضو التشكيلات والتخطيطات الخاصه بالكوتش فرو. هنشوفها مع بعض دلوقتي في البانز وشكل البانز كده سريعه يا كيوبي. رويالز اي سبورت بيفتتح الدرافت الخاص بيه بتواجد فالنتينا وكمان ميليسا اللي اثبتوا حضورهم بشكل كبير جدا على مدى البطوله. الاوكامي اي سبورتس في الناحيه الثانيه بيشيل ارلوت البكاء طبعا الميتا اللي كنا شفنا بتعمل ايه، وفارمس اللي هيكون بمهد الطريق كتير لبكات ومن اهمهم بكات جلو. يب، نقدر نقول انه جلو واحد من المشاكل اللي تواجه اذا كان فارمس ضده، بس هذه المره جلو الى الفرصه انه يكون موجود. بس كذلك لا ننسى يا ياسو انه اكو اختيارات ثانيه، لابو عندك جوي مثلا البلاك دراجون اللي يقدر يسيطر على ارضيه المعركه. اختياراته هوايه حلوه بالنسبه للفريقين، وجوي راح تكون واحده من هذول البانات. بقت ثلاثه تقريبا، بس مع هذا نقدر نقول اكو بكات كذلك تكون مؤثره بارضيه المعركه. صراحه الجيم اللي نشوف بيه ميليسا يا ياسو دائما نشوف اتاك سبيد عالي، دائما نشوف له التاثير الفعال. الماركسمان كليت جيم تقدر تميزه من بين الكل، ونلاحظ حتى بالجوله السابقه يا ياسو انه شفنا كان كوبا تحديدا اللي هو كاري كان ياخذ البفات، وهذا الشيء يبين لك انه اداء الماركسمان الكفر اللي يحتاجه بالليت جيم هذا الشيء لازم الفريق يعمل بشكل جماعي حتى يوفره. اكيد طبعا، وطبعا الفرق كلها بتشتغل كمنظومه متكامله، لان انت بتقول من شويه وبتحكي عن بكايه ميليسا، هي بكايه ميزت بحضور بكات كراود كنترول جماعي على الخصوم زي مينيتور مثلا شفناه متألق جدا عندنا في البطولة. ولكن المرة دي زي ما انت شايف اوكامي اي سبورتس شكله ناوي يلعب ببكات كلها كراود كنترول. بان اخير بيختتموا بيه المرحلة الاولى من نصيب ديجي وون وان، هتشارك معانا للمرة التانية كده عندنا النهاردة كيوبي، وشفنا قد ايه البكات دي تقيلة في الليت جيم، ممكن انها تقلب الموضوع كله بتيم فايت واحد. لوليتا هي اختيار فريق الاوكامي اي سبورتس، وورينا كده البند البك الثالثه هتكون عامله ازاي بالنسبه لفريقه. نقدر نقول ان لوليتا واحد من الاختيارات الحلوه حتى يوقف التيميت 1-1 تحديدا كماركسمان مع فريق رويال زي سبورتس، بس بنفس الوقت ممكن نشوف اطلس مع فريق الخصم مع بان ديجي. نقدر نقول الموضوع راح يكون صعب بالنسبه، ونشوف ايف ويا يوزونج بشكل سريع تحديدا كروسر. يعني من تشوف اثنين شخصيات عندهم رينج عالي، يعني الاوبجكتيفز راح تكون لك فرصه اكبر. يعني ايف راح اذا فرضا بدنا نحكي على اللورد مثلا يا ياسو نشوف التيميت ايف ويا هالبلاك دراجون يحلق في سماء مواجهه الابطال. نقدر نقول كفر يقدر يقدمه كفر اسطوري كتيم فايت راح تكون له افضليه، بس ك 1 فيرسز 1 بالنسبه لايف ممكن تنغدر، فالكفر لازم يكون قوي مع فريق الرويالز. هو الصراحه فريق الرويالز زي ما انت كنت بتحكي ممكن ان هم يعني يشكلوا خطوره كبيره جدا على منطقه اللورد التيرتل او اي مكان الاوبجكتيف اللي هيكونوا موجودين فيه. المدى بعيد جدا والوصول عالي قوي بالنسبه لفريق الرويالز اي سبورتس، واللي هيساند بشكل كبير جدا بكايت وان اللي يعني بالتبطيء اللي موجود من ناحيه ايف ايوه ايف من فريق الرويالز اي سبورتس اكيد هتكون معاون كبير جدا، وهيقدروا ان هم يعملوا سكيور لالتيميت تريبل او التيميت 1-1. اخر بيك بالنسبه لفريق الاوكامي اي سبورتس هتكون بيك مميزه جدا لفالكون المرعب اللي كان بيشارك مع فريق الاوجري فاميلي، ولكنه الان هو احد اسلحه فريق الاوكامي اي سبورتس، واللي هنشوفه النهارده بيشارك في مشاركته الثانيه على مدى البطوله. سينز زي ما كنت لسه بحكي معاك من شويه موضوع فارمس اللي اتعمل له بان بيمهدوا الطريق لبكايه جلو، وهانزو كده بيتشال مع اني ما شفتوش لحد دلوقتي غير مع فريق الوايلد اكس. نقدر نقول من وجهه نظري شخصيا هانزو ما راح يكون افضل اختيار بالنسبه للرويالز، لان الدفاع راح يكون عندهم قليل. يوزونج شخصيه ممكن تقول عليه فايتر تتحمل ضرر، بس مو مثل جلو، هذا الشيء مستحيل. والكفر اللي يقدر يقدمه بالالتيميت كفر حلو، بس اثناء التيم فايت الطويل ما راح يكون لهم فرصه. فاذا اختاروا هانزو راح يكون الفريق نوعا ما عنده ضرر، بس ممكن يموت بسهوله، وهذا الشيء ممكن تكون سلبيه من الرويالز. اذا لوليتا قدر بكومبو واحد التيميت فليكر يثبتهم، نقدر نقولهم ان المباراه راح تكون للاوكامي. فهانزو شخصيا ما اتوقع انه ممكن يكون افضل اختيار، ممكن نشوف فريدرن او مارتس اذا ما كان متبند، اتوقع ياب مارتس كذلك ما متبند. فنقدر نقول من وجهه نظري انه هانزو ما راح يكون افضل اختيار بالنسبه لك يا ياسو، شو تقول؟
انا بصراحه لو احنا بصينا دلوقتي على الدرافت هنلاقي ان بعد ما الفريق الاوكامي اي سبورتس امنوا منطقه الروم بالنسبه لهم خدوا ليليتا، بيبندوا بيك على الروم، بيبندوا برضو بيك على الجنجل. بالنسبه للناحيه الثانيه اختاروا ان هم يديروا الخناق اكتر واكتر على جود نايت، ولكن اظن جود نايت خياراته ما زالت كتير جدا وموجوده. هل فرصه في البان؟ ما اظنش فرصه في البان، مع انها من اكتر الشخصيات اللي موجوده ومسيطره على المواجهات اللي بتكون موجوده عندنا في لعبه مواجهه الابطال. كين كارا هيكون ببكايه فريدرين اللي انت كنت لسه بتحكي عنها قصاد كينجي ببكايه الاساسن. فاحنا دلوقتي كده يا كيوبي قدام الحاجه اللي احنا عايزين نشوفها وهي الاساسن جيم بلايز قدام الميتا جيم بلاي، فمين فيهم اللي هيقدر يسيطر ومين فيهم اللي هيقدر يحصل على كل ما يمكن اللعبه ان هي تقدمه؟ صراحه إن اختيارات حلوه، دائما استمتع من اشوف جنجلر كضرر تحديدا مو كدفاعات، هذا الشيء يعطيك متعه تحس بقيمه الجنجلر. ممكن تخالفني الراي، ممكن توافقني الراي، اتمنى تكتب لنا بالتعليقات هل انت مع الجنجلر التانك ام مع جنجلر الضرر وشنو السبب، حتى نقدر نتبادل الخبره وممكن تغير من وجهة نظري او اغير من وجهة نظرك. فنشوف البيكات كانت مينو موجود مع الرويالز، وكين كارا مثل ما قلت افريدنا راح يكون موجود ضد جود نايت اللي راح يلعب بجوليان، وكذلك هايابوسا. الاختيارات صارت واضحة من قبل الطرفين، هل يا ترى فريق الاوكامي فريق الذئاب راح يقدر يفوز على الفريق الملكي الفريق الاماراتي؟ فريق الاوكامي عنده الفرصة انه يفوت بطريقة سريعة، كفارا راح يكون موجود، هايابوسا ومتوفر مع لوليتا، الكومبو راح يكون اسطوري. بس كذلك فريق رويالز بالاستنات متوفر، بالتحمل الضرر موجود، بالكراود كنترول عنده، السلو افكت ويا ايفا هي اختصاصها، البلاك دراجون اذا حلق لازم تحسب لألف حساب. الفريقين اختاروا بيكات قويه، الفريقين راح يقدرون يبدعون بهذا القتال. مباراه من ناحيه البيكات نقول متساويه الى حد ما، واللمسات الاخيره راح تكون عند اللاعبين. رويالز اي سبورتس نقدر نقول ان هم معاهم درافت مرعب جدا في داخل منطقه التيم فايتس 1-1، وهيكون عندنا بكات كتير، اريا كراود كنترول او برضو وصول بعيد مينيتور، واللي هيساعده في نفس الكلام ايف، ونقدر نقول برضو تواجد يزونج هيكون داعم كبير جدا. فريدرين هو اخر عناصر فريق الرويالز اي سبورتس، فبالتالي انا بصراحه بميل للتيم فايت الموجود عند فريق الرويالز اي سبورتس، ولكن من الممكن ان فريق الاوكامي اي سبورت يكون عنده راي تاني خالص ومغير في الموضوع ده. تيربل في مواجهه فالكون، عملاق بيواجه عملاق في الجولد لين، نفس الكلام نقدر نقوله على الميد لين. وبنشوف مع بعض بوست سريع كده، ممكن يكون في مشكله تقنيه عند اللاعبين، ولكن خلينا نحكي شويه عن الدرافت يا كيوبي. لو بصينا ناحيه التيم فايت زي ما انت قلت، المدى البعيد جدا هيوفر حلول كتيره جدا لفريق الرويالز اي سبورتس، ولكن على الناحيه الثانيه الحاجات الفرديه، يعني عندك هايا، عندك اكزيفير، عندك برضو بكايت فالكون اللي هي بيتريكس، هيكونوا تارجت على واحد بس. تفتكر الضرر الجماعي او التيم فايت اهم، ولا هيكون من ناحيه المهارات الفرديه وان هم يشيلوا واحد بس من التيم فايت؟ صراحه هاي نقطه جدا مهمه، بس هذا الشيء راح يعتمد على تحركات فريق الرويالز. يعني اذا ممكن تعرف ان الخصم كومبو واحد ممكن يشيلك، فالافضل انك ما تمشي بشكل فردي أكيد. اثناء ارضيه المعركه. بالنسبه لمينو وفريدرين ممكن كايرلي جيم ياخذون راحتهم شويه، بس حتى بالميد جيم ممكن انه اذا كنت متفيد عادي ترتاح، بس اذا حتى لو كنت تانك، يعني اذا تتذكر بالجوله السابقه من تحديدا كان اكس بي لينر واحد من الفريق واللي هي جوي فاتت بنص أربعة وتبخرت خلال ثواني. مع العلم جوي هيرو تانكي، هيرو عنده فينجنس، هيرو يتحمل ضرر، بس الفكرة انت تعرف انه الخصم عنده ضرر اساسي على شخصية واحدة، تتقرب من عندهم ممكن هذا الشيء يخليك تتندم. فلازم نشوف تحركات افضل من فريق الرويالز، واذا قدروا يضبطون التحركات فاضمن لك انه التيم فايت راح يكون من مصلحتهم. ايف تقدر تستخدم الالتيميت، كذلك النوك اب من مينو، يوزونج يكون موجود، ونقدر نقول انه الكومبو راح يكون حلو. كذلك بالنسبة لفريق الاوكامي يا ياسو، شنو رايك انت من ناحية اسلوب الهجوم؟ اسلوب الهجوم زي ما انت قلت من شوية، التمركز هيلعب دور كبير جدا في المواجهة، فبالتالي لو قدروا ان هم يستفيدوا ببكاتهم على المدى ان هم يطلعوا واحد قبل اللورد، واحد قبل التيرتل، يعملوا مثلا يعني جانك سريعه جدا على البوت لين او على التوب لين، يدوا افضليه للماركس مان اللي انت قلت بيقدم حلول كتير على مدى المواجهه حتى الان. والتو ماركس مان نعتمد عليهم بشكل كبير جدا طبعا، تريبل والخبرات، وبرده نقدر نقول نفس الكلام على فالكون. وبالتالي لو قدروا، اظن يعني مفتاح لعب كبير جدا بيكون موجود في الاغلب مع ايد الماركس مان،
البكايه اللي انا الصراحه يعني مش هقول لك عندي تعليق عليها او معترض عليها، ولكن البك اللي انا مش متعود ان انا اشوفها في البطوله عندنا هي بيك جوليان في الميد لين. هل تفتكر بيك جوليان هتكون موفقه بالنسبه لفريق الاوكامي سبورت؟ صراحه مخاطره هي، ممكن نقول انه فارسا فالنتينا هواي ميجات ثانيه مثل كاديتا وغيرها ممكن يكون لها تاثير افضل، بس هذا الشيء مثل ما قلنا يعتمد على اختيارات المدرب. أكيد طبعا. ممكن يكون عندهم استراتيجيه محوريه يكون بيها جوليان في ارضيه المعركه، بالتيم فايت يكون متوفر. بالنهايه جوليان عنده ضرر، عنده موبيليتي، ممكن يهرب من الخصوم، سرقه حياه سحريه لا باس بيها، فاكو عنده مميزات. بس بنفس الوقت انت لازم تفكر شنو ممكن الخصم يسوي. اذا تتذكرون في الانفور تحديدا من لعبه وفريق الايكو ضد البلاك ليست شفنا اختيار جوشن تحديدا كميج، وجوشن ما كان افضل اختيار بذاك الوقت، اول ظهور الا بالنهائي وظهر بطريقه حلوه دمر كل الخصوم. فممكن نشوف فريق الاوكامي يخطي خطى الايكو، هل ممكن نشوف نفس اسلوب اللعب انه يختارون اختيار مميز ويبدعون به على مدى مباراه طويله وباقي الفرق ما يكونون حاسبين حساب لهذا الشيء؟ اكيد طبعا. زي ما انت كنت لسه بتحكي، انا الصراحه لما انت اتكلمت عن الايكو والبلاك ليست افتكرت ذكريات كتير، افتكرت حاجات كتير كويسه شفناها، موضوع الكومباك والحاجات دي كلها، التمركز، وفي نفس الوقت برضو البكات اللي ممكن تكون مش عامل لها حساب قوي ولكن تكون مؤثره جدا. شفنا مع بعض طبعا الايكو اي سبور، الايكو عفوا البلاك ليست، معلش البلاك ليست انترناشونال، وهم بيلعبوا ببكات استس واللي في الاخر اتعمل لها بان على مدى البطوله كلها. وفريق الايكو اي سبورتس كان عندهم عندهم الرادع لفريق البلاك ليست. ممكن برضو زي ما انت قلت هنا يكون المدربين ودورهم الكبير اللي موجود مؤثر جدا على بكات، لان ممكن كان في تارجت بان في الليست واحنا ما شفناهاش لحد دلوقتي مثلا من احدى الفرق، وكان اختيار من المدربين. ممكن برضو بيك يكون خدها مثلا لمجرد بس ان هو ياخدها من ايد واحد ممكن من الانمي. فبالتالي بيك جوليان هي عليها كلام، ولكن بيك جوليان ممكن زي ما انت كنت بتحكي على جوشن تكون هي الام في بي للماتش اصلا، ممكن تكون هي الاكثر الشخصيات البارزه. ولكن خلينا سريعا كده نتكلم عن جدول الترتيب اللي دلوقتي بقى مولع نار والفرق كلها بقت قريبه من بعض. انا اتوقع بصراحه بشكل كبير ان احنا نشوف انقلاب بيحصل في جدول الترتيب. صراحه مثل ما قلنا ونعيد ونذكر، ماكو شيء مستحيل. أكيد. بالنهايه راح يعتمد على تدريباتك، على الجهد اللي تقدمه بالتدريب حتى تقدر تطور من نفسك بالام بي ال. حاليا الفرق عندها فرصه انه تشارك، مثل ما ذكرنا راح يكون بالبلاي اوفز اربع فرق، التوب فور هم اللي راح يشاركون ويانا. بزرق. نقدر نقول الاوكيوباي ضمن واحد من هذه المقاعد. بالنسبه للاكس مينا، الكورس كواد، الوايلد اكس، الاوكامي، وهواي فرق ثانيه، رويال كينجز حتى لا ننسى احد. أيوة سكواد مون، رويال زي سبورتس، يقدرون يكون لهم فرصه انه يشاركون. بس حاليا الاوكيوباي يتربع على عرش الصداره، فنشوف اللعبه يا ياسو ونشوف ايش راح يسوون. كينجي دي يستخدم هايابوسا كجنجلر ضرر امام كين كارا اللي راح يستخدم فريدرن كجنجلر تاني. هنشوف طبعا المتعه البصريه بالنسبه للفريقين ولعبهم في الجنجل، تحركاتهم والاولويات اللي هم يحطوا لها يعني يرتبوها كده بالنسبه للفريقين. رويالز اي سبورتس هيكونوا في مواجهه العملاق فريق الاوكامي اي سبورتس، والاثنين دلوقتي بداوا ان هم يعملوا مناوشات في الميد لين كده. رويالز اي سبورتس والارلي جيم بتاعتهم هتكون كويسه، الميد جيم هتكون مرعبه، واظن الليت جيم هتكون اكثر ارعابا. في ناحيه ان الفريق الثاني معتمد على ان هو يطلع واحد بس من الحسبه، سواء كان هايابوزا ويش زي ما احنا شايفين الهاي اند دراي او اللي هي الامبلم الخاصه بيه التركيز، حاجات كتير او عوامل كتير هتاثر على مجريات المباراه. ولكن اختيارات الفريقين وبرده اللعب بتاعهم جوه المباراه هو اللي هيحسم النقطه دي. هل هتكون من نصيب فريق الذئاب المصريه ام هل هتكون من نصيب فريق الرويالز اي سبورتس والملكي، ويكون ليله ملكيه بانتصار الرويال كينجز وبرضه بانتصار فريق الرويالز اي سبورتس. ونقدر نقول كذلك تمركز التانكات لازم يكون اساسي مع الفريقين. ممكن اذا غلط لوليتا ممكن يفوت ميناتورو بحركه واحده يكنسل الالتيميت. نشوف هنا محاوله للقفز على يوزون، الكروسر دي عاني، الثلاثه راح يهجمون عليه جوا التور، بالفعل الكل موجوده بس الرويالز يردها، دي يحاول يجيبوا الفالكون بس مع وجود هناك كرايم الموضوع راح يكون صعب. وبالنسبه لهم تخلصوا من عقبه كبيره موجوده عندهم، تخلصوا من الاكس بي لينر اللي ممكن يعذبهم، كروسر راح يودع ونشوف الكل راحت، وكذلك التورتل راح تكون هي بالطريق. هجمه حلوه من الاوكامي قدر يستغل بها غياب باقي اعضاء الفريق، وكذلك التورتل راح تكون لذيذه. نقدر نقول ان احنا شفنا مع بعض استراتيجيه بيقال عنها استراتيجيه المرآه، وهي ان انت فريق بيكون موجود في التوب لين وبيركز على مكان معين وعلى اوبجكتيف معين،
وفي نفس الحين بيكون فريق الخصم مركز على الناحيه الثانيه خالص من الماب. ولكن اللي كان ناجح بشكل ساحق في المواجهه اللي حصلت دي كان فريق الاوكامي اي سبورتس، واللي قدروا ياخدوا تيرتل، واللي قدروا كمان ياخدوا كيل ويدوا افضليه ولو حتى كانت بسيطه كده بالنسبه لسينزي. بص عندك جود نايت في الميد لين، وطبعا كلنا عارفين دامج جوليان عامل ازاي والضرر الخاص بيه على مدى المباراه. فالكون اللي بيتعمل له بيبي سيت، او اللي هو برضو استراتيجيه بروتكت ذا كينج وهي حمايه الملك. توشي في التواجد مع تريبل، نفس الكلام رايس كريم في التواجد مع فالكون. اثنين عملاقين موجودين بيدعمهم برضو تانكين عملاقين موجودين. بص على طبعا التوب لين في مناوشات بسيطه كده، وكلنا عارفين محدش في المواجهه الابديه اللي هيحصل ديت ان هو يموت. بص عندك الالتيميت موجوده من ناحيه هاي، ولكن الدمج والضرر غير كافي تماما. انا بصراحه مش فاهم لحد دلوقتي ايه اللي مدي فريق الاوكامي اي سبورتس. قبل ما نفهم مع بعض نبص على الدمج، ولكن جود نايت بيقدر ان هو يعيش. لافيريو بيحطه جوه منطقه حرجه. بص جوس جود نايت عايز يجيب حقه مهما كان الثمن. كينجي ممكن يضرب الالتيميت، ولكن الالتيميت كان مضروب من شويه. كروزر والدمج العالي، ولكن الضرر مازال غير كافي. بص كينجي لسه حاطط عليه تقريبا السكند سكيل، ولكنه بيعود للخلف. بتفصلنا ثواني معدوده، ولكن بيفصلنا برضو كلات وخطوره موجوده في كل مكان. ونبص عندنا في التوب لين بيقدر ان هو يعيش كروزر، وبالتالي شكلنا كده هنكون عند تيرتل امنه لفريق الرويال زيس. بده يحاول كروسر انه يسوي كات لين على حركه اللي سواها سينزي رد بالنسبه له، لان حاليا كروسر ده يعاني وباقي اعضاء الفريق نوعا ما ده يحاولون يساعدون الجولد لينر. فريق الرويالز نوعا ما هامل للاكس بي، مع العلم من وجهه نظري كروسر من اهم مفاتيح الانتصار بالنسبه لفريق الرويالز. بالنهايه بدنا نحكي على البلاك دراجون، بالنهايه بدنا نحكي على الباسيف. لازم يستغلون نقطه انه لوليتا تكون موجوده بالبوتر، ترى راح تكون موجوده، وكذلك مينو النوك اب ممكن يكون مضرر موجود على جلو. ده يحاول تراجع لوليتا هنا، رايز كريم بالستان والفليكر يا حبيبي، ده يحاول يجيب هنا بس الضرر جدا عالي. ومع هذا الترتل راح تكون من نصيب الرويالز. ده يحاول كين كارا تراجع بس الضرر ما راح يرحم. جود نايت راح يكون ويا بياتريكس، ضرر موجود وتراجع بالسكن من الميج الاسطوري. حركه رهيبه من الميدلينر فريق الاوكامي، محاوله بالعوده من فريق الرويال زي سبورتس. اخذوا تيرتل ولكن هذا الشيء كلفهم بشكل غالي، اكيد كلفهم كتير جدا. وفالكون قدر ان هو يدخل في الوقت المناسب عشان يجيب كل على كينج كارا، وبالتالي هي كل مقابل تيرتل بالنسبه لفريق الاوكامي اي سبورتس وفريق الرويالز. واللي احنا بنشوفه سوا ومع بعض دلوقتي هو ان الفريقين بيميلوا للتحفظ، ولكن برضو ما يمنعش يكون في كده شويه اثاره وتشويق عندنا في المباراه. التوب لين ممكن يكون في ضغط عددي، البوت لين برضو ممكن يكون في ضغط عددي، ولكن احنا شايفينه دلوقتي هو ان الفرقتين بيهدوا اللعب على الاخر. جود نايت في تواجد مع سينزي في التوب لين، ولكن دفاع ناجح بالنسبه لكروزر، مفتاح لعب كبير جدا الصراحه مع فريق الرويالز اي سبورتس، واللي ممكن ان هو يغير مجرى المباراه بشكل كبير. بص بص عندك اللي بيحصل، بص كروزر لسه بقول لك مفتاح كبير، وممكن ان هو يكون مؤثر جدا للرويالز اي سبورتس، وبالفعل بيحصل على الكل. كين كارا في مواجهه كينجي، والاثنين عندهم كتير يثبتوه. كينجي بيعمل الكلير طبعا بشكل سريع كده، ولكن كروزر موجود مع البتريفاي، ولا مع 10 بتريفاي، وبالتالي بيدخل لجوه. بيدخل دلوقتي جود نايت وبيعود برضه للخلف. الفريقين بيميلوا للتحفظ مره اخرى، وبالتالي لقطات كتير بتجمعهم، ولكن بيكون السيناريو في كل مره مختلف. هل هي من نصيب فريق الرويالز القادمه تيرتل، ولا هتكون من نصيب فريق الاوكامي اي سبورتس؟ ركز لي على الابداع اللي دا يصير بالاكس بي لين. يعني يوزونغ كروسر تحديدا كان هو الفيرست بلاد، وثلاثه هجموا عليه، وحاليا لوحده دا يخلي اثنين يتراجعون. صراحه ابداع من الاكس بي، وهذه نقطه لازم تكون مهمه بالنسبه لاي اكس بي لينر. نشوف هنا جود نايت يحاول يسبب ضرر، وكذلك نشوف بتلوب لين جلودا يحاول مينو راح يودع قبل الالتيميت، وهيابوسا دا يحاول الشادو ممكن يكون موجود، بس الفيرست راح تغذ لك. ممكن نقول انه كان بيها فيرست وبيسك اتاك تكون الكلسالا. جود نايت ضرر موجود هنا على لافيريو، بس الموضوع صعب. تيرتل ممكن تكون من نصيبهم، بس جلودا يحاول يضيع وقت. هاي ابوسا ما راح يكون موجود، قدر راح تكون موجوده، وبالفعل ويا الريتري قدروا يضمنون بها. هاي ابوسا نوعا ما تخلى عن التيرتل واخذ الباف، موجود ضرر هنا، انتقال سريع راح يكون. وشوف الموبيلتي الحلوه الموجوده عند جود نايت. نقدر نقول انه الفريقين دي يقدمون مستوى عالي، بس التريد من وجهه نظرك يا ياسو هل هو مقبول ام لا؟ انا بصراحه مع ان الناس شايفه دلوقتي على الكاميرا ان الرويالز اي سبورتس هم اللي تحصلوا على التيرتل، وبالتالي هيتقدموا شويه، ولكن ركز لي كده على الميد
لين اللي اتخطف خطوه من ناحيه فريق الاوكامي اي سبورتس، ركز لي على البوت لين برضو اللي اتخطف من ناحيه فالكون، وبالتالي اظن ان اللي كان ناجح في التريد اللي فاتت هو فريق الاوكامي اي سبورتس. بص عندك دلوقتي ثلاثه موجودين تحت وكينجي داخل، ممكن كينجي يعمل حاجه مع التريبل ولا ايه؟ بص عندك الالتيميت موجوده والالتيميت لسه حلوه دلوقتي، الدمج عالي، هل هيكون كافي ولا لا؟ حلوه جدا منك يا كينجي. فالكون لسه دلوقتي مستمر، ولكن فريق الاوكامي اي سبورتس يقول لك بلاش طمع، بلاش طمع، كفايه خدنا كل، كفايه خدنا برج، وبالتالي بنعود للخلف. اوكامي اي سبورتس حاليا بيكون مسيطر على الاوبجكتيفز، ولكنه لسه كتير جدا عشان المباراه تنتهي، والعبره دايما زي ما بقول كده يا كيوبي، العبره دايما بالنهايات. صحيح، ونشوف كذلك الانتيال موجود عليه وزنج اوتوميت راح يكون موجود بالقناص، كلو راح يسحبه، وبالفعل التراجع ده يحاول جود نايت، بس البلاك دراجون موجود، كينكارا ده يحاول يوفر كفر، بس الضرر جدا عالي. ركز لي على كروزر صراحه، ده يبدع وده يتالق وده يتميز، ده يخلي بصماته، ده يخلي لمساته. صحيح ممكن تشوف الاكس بي لينر حاليا مضغوط، بس اللي واحده ده يقدر يقاوم فريق الرويالز ده ياخذ اوبجكتيفز اللي هي التيرتل بالنسبه له، بس كذلك بالنسبه للاوكامي قدر ياخذ تورات اثنين مهمه، وكذلك قدر يكسر الماركسمان بشكل رهيب. نقدر نقول يا ياسو من وجهه نظري حاليا اللي مسيطر بشكل كبير من ناحيه الذهب وارضيه المعركه هو الاوكامي. حقيقي طبعا، وحلم الثلاث نقاط النظيف وما زال متاح وما زال خيار على الطاوله. بص عندك دلوقتي التوبلين بيحصل فيه ايه، كروزر بيعمل كده منورات، بص عندك اللي بيحصل، ولكن اوكامي بيضع حل لي كروزر ومشكلته وقضيته في التوب لين، وبالتالي بيستغني فريق الرويالز اي سبورتس عن خدمات الاكس بي لينر الخاص بيه في اللورد القادم. لورد اول في المباراه بينزل دلوقتي الارض الفجر، بص عندك اللي بيحصل، كينكارا والدمج عليه عالي، كينكارا ولسه ممكن يتسحب دلوقتي من ناحيه جلو، بص جلو بيحاول يقرب، لسه بيحاول يقرب، ممكن يعمل الالتيميت، ولكن الموضوع زي ما انت بتقول كده يا كيوبي صعب. فالكون ممكن يخلص الامور بسرعه، وكينجي موجود، ولكن بص توشي ممكن يقرب، لسه فيها فليكر ولسه فيها التيميت، بص اللي بيحصل دلوقتي قصادك، وبص توشي، بص الدمج العالي، وبص المواجهة، بص الرويالز اي سبورتس، وبص الجمال. كينجي دلوقتي موجود وداخل بالالتيميت بتاعه، ممكن انه يعمل حاجة ولا ايه؟ ممكن يعمل حاجة ولا ايه؟ شكل دلوقتي كراود كنترول هو اللي الكلمة الأخيرة، والرويالز اي سبورتس هم الأقوى وهم الأروع، هم الأشرس وهم الأكثر تعطشا للثلاثية النظيفة، وبالفعل يقوم فريق الرويالز اي سبورتس بالحصول على كل غالية جدا 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 على كينجي، ولورد أول سهل أول فريق الرويالز اي سبورتس. صراحة خسروا تورات، بس بهذا اللورد المفروض يعوضون الخسارة اللي صارت، وفرق الجولد كذلك يقل. لا ننسى بالنهاية إذا تدمر أي برج من أبراج الخصوم راح تكسب ذهب للفريق، وهذا الشيء راح يزيد من صدارتك ويزيد من سيطرتك على أرضية المعركة. جلو راح يكون موجود، سينزي هل يا ترى راح يحاول يغامر؟ ما أنصحه لأن الموضوع راح يكون صعب، ممكن يموت بدون هدف، ممكن يحاول يبطئ المينيونز، بس صراحة الضرر لوحده ما راح يقدر يقدمه، موجود هنا وضرر عالي على مينو، ده يحاول بالالتيميت وبالفعل ستان الفيرست، كذلك النوك اب موجوده، التيميت من فالكون ده يحاول انه يجيب ضرر، بس الضرر مو كافي. هايابوسا كذلك بالشادو موجود، بس صعب انه يرجع مره ثانيه. ركز لي على جوليان والضرر السحري اللي ده يبخر مينو، وده نشوف انه التانك ده يكون عاجز امام الضرر السحري. راح يحاولون يضغطون بالميدلين، وكذلك كروسر من ناحيه التوب راح يحاولون التراجع، اللورد راح يكون موجود هنا، ضرر جدا سريع، فليكر هنا موجود يا التيميت، والقناص راح يكون كذلك ده يحاول تيربل انه يتراجع، وبالفعل راح يقدر البلاك دراجون راح يفوت. انها الهيبه، انها العظمه، الباسف يا حبيبي متعني وامتعني، دخول رائع من قبل الاكس بي لينر من ناحيه فريق الرويالز اي سبورتس مع وجود كروسر بالتيم فايت، تقدر تقول تيم فايت مضمون. اكيد طبعا، هم يعني زي ما تقول كده فريق الرويالز اي سبورتس حط كبش فدا وهو تيربل في اللقطه اللي فاتت، حاجه مغريه جدا طبعا لفريق الاوكامي اي سبورتس، ولكن قدروا ان هم يجوا من الباك لاين، قدروا زي ما انت قلت بالبلاك دراجون ان هم يدخلوا وياخدوا كمان الكل ويساعدوا، ان هم كان ممكن فيها دبل كل كمان على فالكون، ولكن فريق الاوكامي اي سبورتس نقدر نقول برضو ما كانش اسوأ حاجه من اللي حصل من اللورد اللي فات، كان ممكن يحصل اكتر من كده، ولكن يردع فريق الاوكامي اي سبورتس الرويالز من التقدم باكتر من كده، خدوا برج في الميد لين، خدوا برج في البوت لين، واثنين تقريبا كده كمان في التوب لين، وبالتالي فريق الرويالز اي سبورتس بيكون متقدم وبيكون ناجح في اللورد اللي فات. ممكن ان احنا نشوف دلوقتي المواجهه، وبص الالتيميت طبعا من بعيد، فالكون بدا الدمج بتاعه ان هو يظهر 1-0-1 لحد دلوقتي، وزي ما احنا بنحكي عن الميد لين، زي ما احنا بنحكي عن الاكس بي لين، نقدر نقول ان فالكون متميز جدا 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 حتى الان، 1-0-1 ومتقدم في الجولد بتاعه، مع ان فريقه حاليا هو اللي بيكون في الموقف الدفاعي، الا ان في اي لحظه ممكن
المواضيع تتقلب. انا بصراحه لحد دلوقتي مش فاهم ايه اللي الاوكامي اي سبورتس محتاجه عشان يرجع للمباراه من اوسع ابوابها. صراحه مع التحركات الصحيحه عند فريق الرويالز الموضوع ده يصعب الهجوم على الاوكامي. نقدر نقول انه لازم يحاول يصيد شخصيه مميزه من فريق الرويالز. اذا قدر يصير تيربول او حتى لافيريو نقدر نقول انه راح يكونون لهم تاثير فعال. يوزونغ مو راح يكون افضل اختيار. التيميت ممكن يهرب بل حتى ممكن يهجم عليك ويقلب ميزان الفوز لمصلحته. نقدر نقول انه مو افضل اختيار الاكس بي لينر. كذلك اذا نحكي على كين كارا وكذلك توشي حاليا يتلقى ضرر عالي وهذا الشيء ما راح يكون من مصلحته اذا هجموا عليه بطريقه قويه. كذلك مثل ما شفنا انه جوليان يقدر يسبب ضرر سحري يخليهم يتراجعون. موجود هنا سحب من ناحيه اللورد ونشوف كذلك جوليان موجود بمكان خطير. توشي ده يحاول يحصل فيجن كذلك هيابوسا. هل يا ترى راح يقدر يسرقها؟ التيميت من فايت شادو كانت موجوده لبلاك دراجون بس كين كارا راح يكون موجود. الرايس كريم بالتيميت جل فليكر وكذلك وان وان البيسك ورا بيسك والكلا الاولى راح تكون للرويالز وكذلك رايز كريم راح يودع هو التالي. كل مهمه كانت موجوده ديري دوكيا جود نايت. هل يا ترى راح يقدر؟ فليكر راح يكون موجود وانتقال ده يحاول بس الباسف راح يكشف مكانك دائما وابدا. صعبه يا الهي يا رباه عليك يا جود نايت. قدر يقلب الموجود بارضيه المعركه من فريسه الى مفترس. قدر يحطمك يا وان وان. هجوم موجود كذلك على كينجي محاوله التراجع بس النوكاب كذلك موجوده. محاوله من جود نايت بالضغط على التور الاخير بالنسبه لهم. جود نايت يبدع جود نايت يتالق وهذا هو الاختيار اللي سالتني عليه يا ياسو وهذا هو الجواب بارضيه المعركه. طبعا عايز اقول لك ان دلوقتي اسئله كتير منها ان احنا نقول من انتم؟ نحن فريق الرويالز اي سبورتس. لما اتيتم؟ اتينا لنسيطر ونهيمن على ارض المعركه واللي احنا بنشوفه هو سيطره يا ساده على ارضيه المعركه. بيقدروا ان هم يحصلوا على كل شيء. لورد بيقدروا يحصلوا على التشيس بيعملوا الالتيميتس. دلوقتي عندك دلوقتي الاوكامي بيحاول ان هو ينتفض شكل العبره بالنهايات. شكل لسه في الحكايه كتير وشكل القصه بقيه. بص عندك فالكون وبص الدمج كروزر موجود والالتيميت موجوده. كينكارا ما زال عايش ولكن الموضوع صعب جدا. بص لي على تربل وبص على الدمج حلو جدا دلوقتي قصادنا. كينجي بيحاول يعود للخلف ولكن الموضوع شبه مستحيل. الدبل كيل موجوده لتربل وبيتحصل فريق الرويالز اي سبورتس على اربع كيلات مقابل ثلاثه. تضحيات لابد منها لكلا الفريقين. بص عندك كينجي بيحاول لكن الموضوع صعب وفريق الرويالز اي سبورتس بيسيطر وبيفرض هيمنته مره اخرى على ارض الميدان. مباراه من العيار الثقيل ده نشوف اقوى نسخه من قبل الفريقين. فريق ده يريد يعزز من صدارته وفريق كذلك ده يحاول يصعد من النقاط الاربعه اللي عنده. حاليا الرويالز ثلاث نقاط او اربع نقاط. نقدر نقول الاوكامي ست نقاط. الافضليه بالنسبه للاوكامي اذا قدر يحصل هذا الفوز راح يعزز بصدارته بنقطه واحده ممكن تصير ثلاث نقاط. بس كذلك الفريق الملكي الفريق الاماراتي ما راح يعوف هذا الشيء يمر بهذه السهوله. محاوله هنا بعد 40 ثانيه تقريبا باللورد. هل يا ترى راح يقدر الاوكامي يحقق اللي يريده؟ هل يا ترى راح نشوف فريق الاوكامي يقدر يقلب النتيجه لمصلحته؟ صراحه حركه جوليان الاخيره كانت حركه اسطوريه قدر ياخذ بها انهبيتر وحاليا نقدر نقول انه توراتهم الاساسيه عرضه للخطر بل حتى القاعده ممكن تكون اكو غدره بالموضوع ويقدرون ياخذون القاعده بشكل سريع. هايابوسا تحديدا فهل يا ترى راح يدافعون الرويالز ام يحاولون ياخذون اللورد؟ كروسر موجود بمكان ده يقولهم حاولوا بس وراح تشوفون هيبه التنين المقاتل راح تشوفون اثبات الذات راح تشوفون الكبرياء. هل يا ترى راح يقدر فريقهم هنا يكون موجود؟ كروسر عرف السالفه وراح يقدر يسوي كلير للويف بشكل سريع واللورد حاليا بالتراجع من قبل فريق الاوكامي. الاوكامي في البوت لين بالفعل زي ما انت بتقول ممكن يكون في ستيل كده تحصل بشكل سريع ولكن كروزر دلوقتي اهمل مهمه الدفاع. ممكن في اي حاجه تحصل وممكن كل الاحتمالات ما زالت مطروحه. ممكن دلوقتي فريق من الفريقين ان هو يا اما ياخد اللورد يا اما ياخد المباراه. انهي واحده احسن؟ اقول لك المباراه بشكل اكيد. كروزر بيحاول يرجع رويالز بيحاولوا كلهم ان هم يرجعوا. صعب جدا ان هم ينهوا ولكن مش مستحيله. بيحاولوا ان هم يخلوهم ثابتين هناك ولكن الموضوع صعب. دلوقتي فريق الاوكامي اي سبورت بيحاول يعود ولكن بيخسروا. دلوقتي عندك اللورد بص اللي بيحصل دلوقتي قصادك وبص على الدمج العالي جدا. كينكارا بيحصل على اللورد
وبالتالي فريق الرويال زي سبورت ما زال موجود دلوقتي، ممكن يفتح التميت ولا ايه تربل. الدمج عالي جدا، بلو تيم رايز بن سلين بيقدر يجيب الدبل كل. حلوه منك يا كينجي، حلوه منك يا كينجي، ممكن لسه فيها، والالتميت منك يا فالكون يا لعيب، يا فالكون يا لعيب، يا لعيب يا كبير يا كبير يا كبير. فريق الاوكامي يعود ليقول نحن هنا لنفوز، نحن لسنا هنا لشرف المحاوله. بنشوف مع بعض دلوقتي اربعه ميتين وممكن فيها فينش، كروزر موجود ولكن الوضع صعب، الوضع صعب صعب صعب، ولكن الاوكامي اي سبورتس يتحصل على النقطه اللي في أول مواجهة بتجمعه مع الملك الإماراتي. صراحة حركة رهيبة من فريق الأوكامي، حاولوا ينهون الجيم بشكل سريع بس مثل ما شفنا ما كانت بأفضل طريقة كان ممكن ينهي بيها، بس مع هذا فريق الأوكامي قدر يروح على